تابعوا مع أريد أحوال طقس فصل الشتاء. أريد ديما معكم. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أحوال الطقس نقدمها لكم من قناة البلاد. البداية تكون بعرض صورة القمر الاصطناعي، حيث توضح لنا أجواء صافية ومستقرة على المناطق الشمالية للوطن، مع تشكل بعض السحب العابرة على المناطق الشمالية الشرقية وحتى على منطقة الثورة وصول المناطق الجنوبية للصحراء. حالة الطقس المسجلة لهذه الليلة ستكون الأجواء صافية ومستقرة، وذلك بالنسبة للمناطق الشمالية الوسطى والغربية وجميع المرتفعات الداخلية. إذا تشكل سحب كثيفة رعدية على المناطق الشمالية الشرقية وحتى على المناطق الجنوبية الشرقية للصحراء. أجواء دائما تبقى صافية ومستقرة على شمال الواحات وحتى على المناطق الشمالية والوسطى للصحراء وأقصى الجنوب، مع تشكل سحب خفيفة تلاشى تدريجيا على منطقة الثورة. درجات الحرارة المسجلة لهذه الليلة ستنخفض إلى 5 درجات فقط بكل من والبيض 6 درجات، على الجلفة 13 درجة، على النابة وهران وحتى الجزائر العاصمة 14 درجة، بالوادي 11 درجة، على غردية 10 درجات، بالنسبة لبشار 12 درجة، بتندوف 16 درجة، بعين صالح 13 درجة، بإليزي و 9 درجات بتمن راس نمر. وإياكم مباشرة إلى حالة الطقس المسجلة لصبيحة الغد، تكون الأجواء من مشمسة إلى مغشة، وذلك على المناطق الشمالية الوسطى والغربية. أجواء مشمسة على العموم تميز المناطق الشمالية الشرقية وجميع المرتفعات الداخلية وصل المناطق الشمالية والوسطى للصحراء. إذا تشكل سحب جزئية على منطقة الثورة، فيما تكون الأجواء غائمة على المناطق الجنوبية الشرقية للصحراء. تبقى الأجواء دائما مشمسة على أقصى الجنوب. درجات الحرارة المسجلة لصبيحة الغد ستصل 14 درجة، بالجزائر العاصمة ووهران 16 درجة، على عنابة 12 درجة، ببتنا 13 درجة، بكل من الجلفة وغردية 10 درجات، بالبيض 15 درجة، على الوادي وإليزي 16 درجة، بعين صالح 13 درجة، بالنسبة لتندوف 12 درجة، على بشار و 15 درجة، بتمن راس، عن الملاحة والصيد البحرية. البحر سيكون هادئ إلى معتدل، وذلك بالنسبة للسواحل الشرقية وحتى الوسطى وصول السواحل الغربية، وفق رياح مختلفة الاتجاه تكون من شمالية إلى شمالية شرقية، تصل سرعة من 5 إلى 10 كيلومتر في الساعة. نختم وإياكم نشرة أحوال الطقس بالمعلومات الفلكية. شروق الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها سيكون على الساعة 7 صباحا و49 دقيقة، أما الغروب سيكون على الساعة 6:15 دقيقة. كانت هذه نشرة أحوال الطقس ليلة اليوم وصبيحة الغد، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. قدم لكم أريد أحوال طقس فصل الشتاء. أريد ديما معكم.